هاي نذوق معكم. بسم الله. تحفة يا البنات. كيف شو هدير؟ اليوم خفت على بسكوت شو تاع الشوكولاتة. ايه بنتي الله يبارك طيب بسكوت شو تاع الشوكولاتة. وش فيها ماما مكونات؟ درت قبل ما نصور زوج بيضات كأس سكر وخلطتهم مليح. دوك ندير معكم كأس تاع زيت. تجي فيها زيت وسكر وزوج بيض هكا ماما. هاي يعطيك الصحة ماما. هذه مسكوت شو تاع الشوكولا باقيين ونديرو بال المضرب. اذا المضرب عندك، اذا ما عندكش ديري بالشرفيطة. هي هادي كاس قهوه يكون سخون. صحيتي هذه كاس قهوه كشغل مسكوت شو تاع القهوه بذوق القهوه وشوكولا وجي ظاهر طول قهوه ذوق تاع القهوه وشوكولا. فيه ذوق الشوكولا. بعدها نضيفوا نصف كأس كاكاو. من نصف تاع كأس كاكاو تزيدوا ديريكت نص فرينة. لازم نصفيوه. بنات قلت لكم زيدوا نصف كأس هذا الكأس معمر ديروا نصف كاكاو ونصف فرينة. لازم البنات تغربلوه باش ما نجيكمش هذيك هيك كلام لعل بعسى تلقاو في حاجه والله. وبعد ذلك عليها واش نزيدو ماما؟ كاس فرينه. كاس فرينه دركا نضيفو كاس تاع فرينه. صفيوه نزيدو كاس تاع فرينه. اذا الوصفه عليا واش فيها؟ شحال نسحقو من الفرينه ماما؟ كاس ونصف. كاس ونص تاع فرينه. زيدي ماما بعد الفرينه ماما واش تزيدي؟ سنين خميره كيميائيه كذلك نصفيوها. خميره كيميائيه هذه النوويه بناتي ما شاء الله عليك ماما. نواره مغرب مليحه نواره. اي خمر نواره مليحه. تحطوا فيها الخليط تاعكم سخنوه قبل الوقت نخلطوه مليح حتى يعود بهذا المقام الكريمي. نخلطوا حتى يكون بهذا القوام الكريمي. لازم ندهنوا القلب تاعنا بالزبده والفرينه باش طعمها رشه فرينه. صب الخليط تاعنا. بسم الله. تبان ما شاء الله ماما. شكرا. دوكا نعود ندير لكم فيديوهات هكا وننشرو ان شاء الله. بناتي قلت لكم عليا دوكا نعود ندير لكم فيديوهات هكذا وننشرهم معاكم ان شاء الله. لقيت موهبتي الطبخ. الله يبارك ما شاء الله على بنتي ما شاء الله. وبعد ذلك ماما واش نديروا لها؟ ندخلوها في الكوشه. نعم نضعها في الفرن. هي دوكا عاليه شعلت الفرن ما بين ما طابت نديروا الكريمه تاعها الفرن ان شاء الله. دوكا ملات نشاركوا الكريمه كيفاش تحضريها.
باش يخرجونا الفقاعات اللي يجيو من فوق لازم نخبطوها حتى 3 مرات. والله ندخلوها في الفرن درجه 150 و 160. وعلى حساب الفرن تاعك ساخن يسخن مليح والله شويه شويه. الان ننتقل لوصفه الكريمه. نجيبي 2 كيسان تاع ماء نحط ونصبه هنايا في الكريمه، كاس ونصف تاع ماء، وخلي النص الاخر لخاطر من بعد راك تحتاجيهم. نديرو نص ونخليو نص، بما معناه درتي كاس ونصف تاع ماء وخليتي النصف هذا من بعد تحتاجو. تابعوا معاها مالا الوصفه مليح باش تشوفوا واش حدير بالنصف الاخر. ومن بعد شو تزيدي ماما؟ نديرو 6 ملاعق سكر، 2 3 4 5 6. نضيف 4 ملاعق كبار تاع كاكاو. بالنسبه للكاكاو لازم يكون بني ومش مش ما فيهش سكر، يعني مر مر. نصفيه نحط المكونات جيدا. نحط جيدا 2 ملاعق كبار تاع زيت. نخلطهم جيدا. نضع الخليط فوق النار لمدة دقيقتين أو الآن خليط فوق النار لمدة دقيقتين أو 3. والآن نضيف كأس الماء، نصف كأس الماء نضيف له ملعقة كبيرة من النشا. خلط مع الماء مع النشا ومقامره جد دقيق في البداية فقط. بعد ما خلينا الخليط فوق النار لمدة دقيقتين أو 3 نضيف له خليط النشا. بسم الله نخلطهم جيدا. ريحة طالعه، رائحة ما شاء الله، ريحة شهية بنات. جربوها بنات، تبان روعة رائحة تاعها، وصلت حتى الجيران الله يبارك ما شاء الله. هي ريحة الكيك. هي ريحة الكيك صح. وكونت بهذا القوام نخرجها من النار. هاي الكيك بعد ما طبت. وكنفرغ الكريمة فوق الكيك. نصبوا الكريمة. بسم الله. دوكا نخليوها تبرد ومن بعد نقطعوها. هذا هو الشكل النهائي. تقولنا في التعليقات عجبكم ولا لا. باه زينتيها ماما؟ زينتها بالشوكولا على ذوقكم. مبشور الشوكولا. هاي نذوق معاكم. بسم الله. تحفة يا بنات.